السلام عليكم ورحمة الله. هذه رسالة أو شهادة للأخ وسام على الدورة، دورة التحليل الموجي. بداية، في السابق كنت يعني مثل الكثير من الأشخاص أبحث عن دورة لتعلم من التداول والتحليل، وكانت أسعارهم يعني كثيرة مبالغ فيها، وكنت دخلت في العديد منها، وللأسف لم تحقق الفائدة المرجوة، وكانت عبارة عن إضاعة أموال. إلى أن أتى الأخ وسام بالعرض، وهو سعر دورتين دورة واحدة وهو 200 دولار، وقلت لي يعني أجرب، ودخلت الدورة. طبعا كانت الدورة مسجلة، والحمد لله رب العالمين أنا اليوم أحقق أرباح كثيرة بفضل الأخ وسام، وشهادتي هذه مجروحة ولا توفي الأستاذ وسام حقه. تعلمت في هذه الدورة الكثير من الأشياء، النماذج كيف تتداولها، وكيف تقدر الموجات والزخم والعديد من الأمور، فهي دورة دسمة كثيرا. فعليك إذا أردت أن تلتحق بهذه الدورة أن تكون مستعدا للتعب والاجتهاد فيها. لا تسجل وبعدها يعني لا تستطيع أن تستمر في الدورة وتقول الأستاذ وسام دورته فاشلة، فهي تحتاج إلى استمرارية وانتظام وجهد، فكلما بذلت جهدا أكثر كلما ربحت. أنا يعني لا أخفي عليكم، استغرقت مني مدة يعني 6 أشهر تقريبا لكي أتقن الدورة وأفهم السوق، والآن أصبحت بنظرة واحدة أعرف ماذا سيفعل السوق وتغيراته كلها. فأشكر الأخ وسام على هذه الدورة، وأنا من المحظوظين الذين استغلوا وآمنوا بالأستاذ وسام، ولم يخيب ظني أنه أوصلني إلى درجة من الاحتراف. يعني حتى أنا الآن بخبرتي هذه البسيطة مع أستاذ وسام أستطيع أن أصبح أستاذ وأعلم الناس. يعني أستاذ وسام أعطاني خبرة كبيرة، تشكر على هذه الخبرة وعلى هذه الدورة أستاذ وسام. وأحث الجميع على الانتساب والالتحاق بالدورة، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تحليل جديد للبيتكوين كما تعودنا يوميا. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، مش أي شخص وضع صورتي أو هذا الاسم هو أنا، انتبهوا من هذا الأمر. تضغطون على كل الروابط، كل وسائل التواصل اللي عندي من صندوق الوصف لهذا الفيديو. إذا تضغط على الرابط من صندوق الوصف مكتوب عليه رابط قناة تليجرام مجانية في هذه القناة، وشاركوا معك صفقات صوت وصورة، أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، كذلك شهاداتهم صوت وصورة، يعني يشارك معك كل ما يثبت يوميا يوميا منذ سنوات قوة دوراتنا التدريبية، قوة دوراتنا التدريبية. وكذلك أشارك معك يعني آخر العروض وأقوى العروض، وهذا هو آخر عرض لحد الساعة وضعته، وأقوى عرض وضعته في قناتي. لماذا هو أقوى عرض؟ لأنك تحصل فيه على دورتين، تحليل موجي والبرايس أكشن، 34 فيديو مسجل، لكن الأهم أنك تحصل على 3 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية مع هذا العرض. سعر هذه 3 أشهر هو 177 دولار فقط. يعني إذا أردت الاشتراك في هذه الدورة زائد قناة تحليلات يومية لمدة 3 أشهر ستشترك ب 197 دولار زائد 177، لكن في هذا العرض لن تدفع 177، ستدفع فقط 197 دولار وتحصل على الدورتين وعلى 3 أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية. لماذا بالنسبة لقناة التحليلات اليومية أهم من الدورة؟ لأنه في هذه القناة نحلل يوميا صباحا ومساء كل الأسواق من الاثنين إلى الجمعة، فوركس، كريبتو، أسهم، مواد أولية، نسجل كذلك هذه الحصص المباشرة لمن لم يستطع الحضور، وفي هذه الحصص نطبق، نبحث عن أهم الفرص، نبحث عن مناطق التلاعبات، ونرى الأمر يتحقق يوميا يوميا كل يوم في الأسواق. يعني ليس ذلك التحليل على الماضي، بالعكس نقوم بالأمر يوميا، وبالتالي تظهر لك قوة التحليل الموجي وبرايس أكشن كل يوم. إذا تتعلم تطبق وربما حتى تحقق أرباح في نفس الوقت إن كنت جادا في التعلم، لذلك هذا هو أهم وأقوى عرض وضعته لحد الساعة.
لاشتراك الرابط مثبت في التعليقات، أول رابط وفي صندوق الوصف أول رابط لهذا الفيديو، تضغط عليه تتحدث معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك على التليجرام، وتبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين، وتبتعد عن 95% الخاسرين، وتنضم إلى عائلتك، عائلة العلم العفو الكذب. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة اليوتيوب الجديدة، قناة العلم العفو الكذب مباشر. وصلنا إلى 5550 مشترك، نريد أن نصل إلى 10,000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. الرابط كذلك مثبت في تعليقات هذا الفيديو، ثالث رابط. تحذير: التداول مهنة خطيرة، يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغط على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تتم عن قراراتك. قناة العلم يعرف الكاتب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام لعروضنا وإلى دورتنا. ماذا لدينا في البيتكوين؟ أولا البيتكوين ضرب وقت خسارتي بريك إيفن. هل هذا يقول لأن البيتكوين صاعد؟ لا لا، يعني كنا دخلنا بيتكوين هنا وضرب وقت خسارتي على منطقة الدخول، لم أخسر شيئا. إذا هذه ميزة تحليل الموجة، حتى عندما تخطئ لا تخسر، وهذا هو الهدف. طيب الآن البيتكوين ماذا لدينا؟ ماذا لدينا في البيتكوين؟ لاحظوا، إذا كان هذا بالنسبة لنا فقط تصحيح، وقلت لكم إذا تذكرتم على لما حللت البيتكوين أول أمس، قلت أنه هذا التأخير هنا يقول لي أنه هناك مشكل، كان يفترض أنه بعد ما نزل يصحح فقط تصحيح هنا أسفل هذا الجدار وينزل بسرعة، لا يعطيني هذا التصحيح الكبير. هذا التصحيح الكبير يقول لي انتبه انتبه، البيتكوين ربما لن يقوم بما تتوقعه، وقد يكون هناك تعقيد في الأمر. الآن بالنسبة للصعود، ماذا قلنا بالنسبة للصعود؟ ولازلت لم أغير وجهة نظري، نحن في هذا النطاق، عفوا لدي هذا النطاق، هذا النطاق، هذا البيج بوي لن يتركك البيتكوين، لن يترك البيتكوين يصعد بسهولة، سيكون هناك مشاكل. إذن أريد أن يصعد البيتكوين، يكسر هذا النطاق ويصحح لأبحث عن الصعود، لأبحث عن الصعود، لكن يجب الحذر لأنه ممكن يكون هذا فقط تقفيل لهذه الموجة هكذا ثم يعود، فقط تقفيل لهذه الموجة ثم يعود مرة أخيرة، ثم يعود حتى يكون هذا هو النموذج هنا وينزل مرة أخيرة قبل الصعود، ممكن كذلك. لذلك يجب الحذر. إذا أردت البحث عن صعود البيتكوين أحتاج أن يصعد يكسر لي هذا النطاق ويعطيني تصحيحا هنا، وسأبحث عن الصعود من هذه المنطقة، كسر هذه القمة وحول خسارتي إلى بريك إيفن، هدفي 53,000 دولار، لأني لا أعرف هل سيتم تقفيل هذه الموجة، لأنه هذه موجة كابينية، هي موجة تصحيحية، ليس بالضرورة أن تقفل، هذا ريجولار فلات لوحده، ليس بالضرورة أن يقفل. أوكي، فإذا هناك مشاكل في البيتكوين. طيب النزول لحد الساعة ممكن كذلك يرجع البيتكوين إذا كان هذا تصحيح، لاحظوا إذا كان هذا ريجولر، هل هو يحترم شروط الريجولر؟ نعم نعم، لأن الموجة بي هي موجة تصحيحية وكسرنا الموجة الأولى، هذه الموجة قمة السي. إذا ولاحظوا هناك تعب، لكن أين هي منطقتي للبحث عن الهبوط في البيتكوين الآن؟ أين هي منطقتي؟ منطقتي لاحظوا معي أين هو آخر جدار، هو هذه المنطقة، ده هو آخر جدار بالنسبة لي. إذا أردت البحث عن الهبوط الآن في البيتكوين مرة أخرى، أحتاج أن يأتي البيتكوين إلى مستوى 23,405 دولارات ويصحح، وهكذا سأبحث عن الهبوط لكسر هذا القاع. بعد كسر هذا القاع أحول خسارتي إلى بريكيفن، وهدفي هو 15,500 دولار. أنا لا أقول لك أن البيتكوين سينزل وأنا متأكد أنه سينزل إلى 15,000 دولار، لا لا، لكن هدفي هو 15,000 دولار هنا، هذا هو هدفي. لماذا؟ لأنه ممكن يكون هذا إكسباند للنزول. إذا أنا أريد هذه المسافة كلها، إذا لم يعطيني هذه المسافة سأخرج بريك إيفن كما فعلت في الصفقة الأولى والثانية، ما عندي مانع، ما عندي مانع، لأنه إذا نزل وأنا أخذت أرباحي سأندم، ربما سأندم، وأنا لا أريد أن أجرب هذا الإحساس، دائما نتداول بدون أحاسيس، أوكي، دائما نتداول بدون أحاسيس. إذن منطقتي الآن للبحث عن الهبوط هي هذه المنطقة، جداري، هل ممكن أن البيتكوين يرجع
قبل النزول؟ نعم، إذا كان رانين أو إكسباندين، لكن إذا كان كونتراكتين، إذا كان البيتكوين كونتراكتين، عفوا 15 دقيقة أو 5 دقائق، إذا كان هذا كونتراكتين قد يطير البيتكوين، يعطيك تصحيح هنا ويطير، ونريد نحن الفرصة هنا حتى نكون متأكدين بنسبة 80-90% أن البيتكوين نازل. إذا حد ضرب وقت خسارتي للبريك ايفن هذا لن يلغي سيناريو الهبوط، لن يلغي سيناريو الهبوط. سأبحث عن الهبوط مرة أخرى إذا أتيحت لي الفرصة، وسأبحث عن الصعود إذا أتيحت لي الفرصة، كما قلت الصعود هو كسر هذا النطاق. إذا الصعود هو صعود ثم تصحيح، وسأبحث عن الصعود من هنا، كسر هذه القمة أحول خسارتي إلى بريك ايفن، لأنه ممكن يقفل لي فقط هذه الموجة هنا ويعود لمرة أخيرة قبل الصعود حتى يكتمل هذا النموذج ريجولار. لذلك إذا دخلت هنا شراء بعد هذا التصحيح وكسر هذه القمة، سأحول خسارتي إلى بريك ايفن، وهذا في أين؟ $53. لماذا $53؟ لأنه كذلك عندي موجة يجب تقفيلها هذه الموجة. إذا نحن الآن في مفترق الطرق، نحن الآن في مفترق الطرق، مفترق الطرق يجب الحذر، ولا أريد أن أضيع لا فرصة الصعود ولا فرصة الهبوط. يعني افترضوا معي أني أعطاني فرصة على فريم 15 دقيقة، يعني نزل بيتكوين وأعطاني فرصة هنا وبدأ يصحح وبحثت عن الهبوط وكسر القاع، وحولت خسارتي إلى بريك إيفن، ثم فجأة صعد البيتكوين بقوة وضرب وقف خسارتي وبدأ يصحح، سأبحث عن الصعود. طيب نفترض أنه صعد شوي وحولت وقف خسارتي إلى بريك إيفن، وأعطاني موجة دافعة تصحيح وخرجني من السابقة بريك إيفن، سأبحث عن الهبوط مرة أخرى. طيب نفترض كذلك أنه لما كسر هذا القاع حولت وقف خسارتي الى بريك ايفن، وفجأة صعد وبدأ يصحح وضرب وقف، سأبحث عن الصعود. الآن هذه المرة خلاص أنا تأكدت أنه هذا تصحيح وهذا صعود، خلاص تلاحظون. إذن يا إما يكون هذا تصحيح كبير للصعود، يا إما هذا تصحيح وقد يطير البيتكوين، خصوصا أنه إذا كانت هذه الموجة التصحيحية هناك زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، وهذا التصحيح الكبير سيلغي لهذا البول باك قوي. إذا يجب التركيز مع البيتكوين. أنا الآن سأحدد لكم أهم المناطق حتى تفهموا الأمر. منطقتي للبحث عن الهبوط هي المنطقة، ده هو جداري، يعود البيتكوين، يعني هذا النطاق بين هذه المنطقة وهذه المنطقة، يعود البيتكوين صحيح ونبحث عن الهبوط، كسر القاع تحول الخسارة إلى بريك إيفن وتركه، للصعود أحتاج إلى تصحيح هنا، نزول قوي، عودة، تصحيح، أبحث عن الصعود، كسر القمة وحول الخسارة إلى بريك إيفن وأتركه. إذا عاد وأعطاني تصحيح سأبحث عن الهبوط لأنه كسر آخر جدار للنزول. إذا أكمل الصعود جميل جدا أنا فيه. إذا أردت أن أكون أكثر أمانا حتى لا يتم التلاعب بي، خليه يصل إلى هذا النطاق أولا، خليه يوصل لهذا النطاق ثم يصحح تصحيحا كبيرا، أكبر تصحيح في هذه الموجة الصاعدة، وسأبحث عن الصعود من هذه المنطقة، كسر القمة وحاول خسارتي إلى بريك إيفن وأتركه إلى $53. بكل بساطة. إذا ركزوا مع هذه السيناريوهات، هذه السيناريوهات مهمة معقدة بعض الشيء. هل هذا ينفي أنه ممكن يضرب وقف خسارتي مرة أخرى؟ لا، هذا هو التداول. في ناس توريكم التداول على أنه سهل، التداول صعب، سهل ممتنع، انتبهوا التداول صعب ليس بتلك السهولة، وأنا أريكم الأمور على حقيقتها كل يوم، أريكم الأمور على حقيقتها كل يوم. لا نتداول وعندما يتم ضرب وقف خسارتنا نقول لكم خلاص ربحنا، لا لا لا، لما يتم ضرب وقف الخسارة على بريك ايفن نقول لكم أنه تم ضرب وقف الخسارة على بريك ايفن. المهم أنه حتى لو أخطأنا الحمد لله، لأنه تكون مناطق دخولنا جيدة، نخرج بريك ايفن، يعني نخرج بدون خسائر. بريك ايفن يعني وقف الخسارة على منطقة الدخول.
وهذا ما سأحاول فعله كذلك مرة أخرى على البيتكوين، سواء صعود أو هبوط، سواء صعود أو هبوط. كما قلت أنا أعرف الآن في هذه المنطقة كيف سأبحث عن الصعود، أعطيني تصحيح، انزل ارجع بقوة، صحيح سأبحث عن الصعود، أو انزل بقوة، صحيح سأبحث عن الهبوط. يعني نعرف بالضبط ماذا نريد، ولدينا استراتيجيات لكل نموذج، لكل بنية نستطيع تداولها. إذن كما تلاحظون هذا هو تحليلي للبيتكوين اليوم، أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات، إن كنتم كذلك فجروا لايكات، ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، ولا تنسوا أخوتي الكرام أن تستغلوا أقوى عرض وضعته لحد الساعة في قناتي باليوتيوب، هذا العرض الرابط في التعليقات أو الرابط في صندوق الوصف أو الرابط، اضغط عليه تتحدث معي مباشرة على خاصة أنا اللي يجاوبك. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، أن العلم في الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.